برنامج مثمر، جاو عاونونا الناس مزيان، داروا لنا التحاليل ديال الارض وورونا كيفاش نزرعوا، تعاون معنا استكمال الاحيان وكيفاش ندوزوا البوطاس وداكشي والفوسفات وكيفاش نداووا. والحمد لله هذا العام كاين الانتاجيه مزيانه، الحمد لله كاين هذا العام زادتنا 50% ديال الانتاجيه على السنين اللي فايته والحمد لله. كنشكر المجمع الشريف للفوسفات على المجهودات الجباره اللي عملها في المنطقه، اللي ساعد الفلاحه ورقاهم لواحد الدرجه، لان كانوا غالبيه الفلاحات يخدموا غير بطريقه تقليديه، والحمد لله بفضل المجمع الشريف للفوسفات وبالاخ المهندس الزراعي سي كامل الاحيان اللي دار برامج هنا، اللي داروا برامج هنا منهم المنصه التطبيقيه اللي كانوا فيها مجموعه ديال الفلاحه اللي استافدوا في هذا الاطار ديال البطاطا وفي مجالات اخرين. والحمد لله الانتاجيه ارتفعت بواحد الشكل كبير اللي ساعد الفلاحه وكنتمنوا من الله يواكبوا معنا السنين القادمه ان شاء الله. وكاينين مجموعه ديال الفلاحه اللي هما في امس الحاجه لهاد البرامج بحكا. المجمع الشريف للفوسفات في اطار برنامج المثمر استطعنا باش اننا نديروا تقريبا 2000 منصه تطبيقيه على الصعيد الوطني. هذه المنصه التطبيقيه كتهدف لترسيخ الممارسات الفلاحيه السليمه عند الفلاحه، يعني كنجيو عند الفلاح كنقسموا المنصه الى نصفين، كاين النصف اللي كنسميوه منصه المثمر واللي كيتكلف بها المهندس الزراعي اللي كيقوم بهذه العمليه، واللي كتهدف الى ترسيخ مجموعه، يعني نوريو للفلاح مجموعه من الممارسات الفلاحيه السليمه على طول مراحل الانتاج، يعني من الاول كنبداو بالتحاليل ديال التربه، كنعرفوا الاحتياجات ولا شنو عندنا في الارض وشنو اللي ناقصنا في هذه الارض، يعني كنعرفوا احتياجات الارض باش اننا ننجحوا هذه الزراعه ديال البطاطيس في هذه البقعه، شنو خاصنا كعناصر نعطيوهم لهذه البقعه الارضيه. هذه من جهه، من جهه ثانيه كنجيبوا السماد العمق ديالنا عن طريق سماد ممزوج اللي كيلبي هذه الاحتياجات ديال هذه التربه. بالاضافه الى اننا كنواكبوا مع الفلاحه ديالنا اسمده التغطيه، من كنهضروا على اسمده التغطيه، يعني على طول مراحل الانتاج شنو هي الاحتياجات ديال هذه النبته فيما يخص اسمده التغطيه اللي كندوزوها عبر طريقه السقي عبر التنقيل. هذا بالاضافه الى مجموعه من 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 من, من التدخلات اللي كنديروا عن طريق الادويه باش اننا نحاربوا الامراض الفطريه، نحاربوا الحشرات ونحاربوا مجموعه من الافات اللي كتاثر لنا على هذه الزراعه ديال البطاطا في هذه الظروف اللي حنا كنشتغلوا فيها. ديك النصف اللي بقى كيكون ديال الفلاح اللي كيخدم فيه الفلاح بالطريقه اللي مولف كيخدم بها، باش انه باش كيشوف شنو الا خدمنا بالطرق الفلاحيه السليمه كتطلع لهم المردوديه وكتطلع لهم الجوده وكتعطيه واحد البطاطا كما كنقولوا اللي مطلوبه في السوق واللي كيقلبوا عليها الناس في السوق. الحمد لله هذا العام في هذه المنصه التطبيقيه اللي كانت تواجدوا فيها راه كانت المردوديه مرتفعه في المنصه التطبيقيه المثمر بواحد 40% مقارنه بالطريقه اللي كان مولف الفلاح كيخدم بها، اعطت واحد النتائج كبيره ونتائج مبهره فيما يخص الجوده ديال البطاطيس اللي حنا اللي جنينا هذا الصباح هذا. وان شاء الله حنا في استمرار مع هاد الفلاحه نحاولوا نخدموا معاهم اكثر، نحاولوا نمشيوا معاهم اكثر باش نتجاوزوا مجموعه من العراقيل اللي كيعانيوا منها فيما يخص سلسله الانتاج ديال البطاطيس هنا في المنطقه، وان شاء الله نحاولوا نرفعوا من المردوديه والجوده ديالهم وتكون عندهم تنافسيه ان شاء الله اكبر. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.